اهلا وسهلا بكم في دنيا يا دنيا مجددا، وفي اصل الحكايه راح نحكي مع الدكتور علي العبوس نقيب الاطباء عن موضوع اعاده فتح العيادات الخاصه في ظل الطوارئ الخاصه بفيروس كورونا. طبعا هناك خيارات كثيره وهناك احاديث كثيره حتى نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع. منرحب بالدكتور علي، يصبحك بالخير دكتور علي العبوس نقيب الاطباء، اهلا وسهلا فيك سيدي. صباح الخير، حياك الله. صباح الفل دكتور. يعني كثير من القطاعات في البلد عم بتطالب بإعادة الفتح حاليا بعد مرور شهر على الإغلاق. يعني قطاعات بتستند للوضع الاقتصادي الصعب، قطاعات بتستند للضرورة مثلا الملحة لإعادة فتحها. ما وضع العيادات الخاصة، وهل هناك تخاطب بينكم بين وزارة الصحة وإدارة الأزمات أم لا؟ أول شيء أشكركم على هذه الفرصة. يعني الحقيقة هذا الوباء وباء عالمي وبده نفس طويل في التعامل معه. المشكلة لا تحل بأيام وأسابيع، تحتاج إلى مدة أكثر، وبالتالي إحنا نعرف أنه هذا الوباء ليس له علاج وليس له وقاية ولا لقاح. الإشي الوحيد اللي ممكن نعمل فيه هو التباعد الاجتماعي. إحنا بمجتمعنا الأردني والحمد لله في عندنا كثير من الصفات اللي ما فيها تقارب اجتماعي وازدحام، مثلا احنا ما عندنا وسائل نقل عام فيها ازدحام بين الناس، حتى المناسبات الاجتماعية ممكن الاستغناء عنها وليست ذات تكلفة، لكن يبقى شيء يحتاج إلى دفع ثمن كبير جدا وهو القطاع الاقتصادي، سواء كان على شكل منشآت صناعية أو زراعية أو خدمات وعلى رأسها القطاع الصحي. نستطيع الوصول إلى هذا الهدف بشيء من التقنين. احنا نعرف انه بالاضافه للتباعد الاجتماعي نحتاج الى الوقايه الشخصيه والحمايه الشخصيه، الوقايه والحمايه ما عليها كلفه نستطيع ان نعملها في اي قطاع، يبقى قضيه الارشادات العامه فيما يخص التباعد الاجتماعي. اعتقد ان الاطباء هم اولى الناس وهم اكثر الناس حرصا ومعرفه في القوانين وفي التعليمات والتدابير التي يقومون فيها في العيادات او في المستشفيات لحماية أنفسهم ولحماية المجتمع. القطاع الصحي مثله كمثل باقي القطاعات، قد تضرر من وجود هذا الغلق ومنع التجول ومنع وغلق المحلات، وبالتالي كان لنا لقاء مع وزير الصحة أكثر من لقاء، اللقاء الأخير كان قبل يومين، وكان هناك تفهم من قبل وزير الصحة ولجنة الأوبئة لضرورة فتح العيادات الخاصة في الأسبوع القادم، وبقي أن يأخذ القرار من إدارة الأزمات حتى يكون القرار الرسمي، لأنه أجل غلق بأمر دفاع ولا بد أن يكون الاستثناء أيضا من قبل إدارة الأزمات. نعم دكتور. الأثار طبعا على الأطباء اقتصاديا وأيضا على المرضى، وكثير من المرضى الأشخاص اللي بيعالجوا بأمراض مزمنة وأشياء طوارئ وأشياء بيكون فيها أوجاع كبيرة جدا، مثل أطباء الأسنان. يعني نحن اللي عم نشوفه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من المطالبات بإعادة فتح عيادات الأسنان تحديدا بسبب يعني الآلام الكبيرة اللي بواجهوها المرضى. ففي نواحي كثير كبيرة بالنسبة لكم كأطباء، أي ناحية هي الأهم؟ هل هي الضرر الاقتصادي أم هل هي إعادة عجلة العمل أم ماذا يعني؟ يعني هي القضية قضية مشتركة. أول شيء إحنا بالنسبة لنا كقطاع طبي في عندنا حالات طارئة وهذه لم تتأثر، فلا زالت الخدمة موجودة عن طريق مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعات والقطاع الخاص، ويبقى الحالات الاختيارية وهي أمراض ربما تكون أمراض مزمنة وذات خطورة إذا لم يتم معالجتها، وإذا كان البعد عنها بعد زمني كبير جدا ربما تكون تتحول إلى حالات طارئة، لأنه في هناك مضاعفات تأتي نتيجة لتوقف العلاج. القطاع الطبي في مصالح للمرضى وأيضا في مصالح اقتصادية لا ننكرها للأطباء، يعني فيهم مش بس كأطباء أشخاص، برضو معاهم موظفين، معاهم سكرتيرات، معاهم ممرضين يشتغلوا بالعيادة، أيضا هؤلاء يعني رزقهم يعني مرهون في فتح العيادات والمراكز الطبية. طب دكتور يعني عفوا للمقاطعة، شو الاقتراحات اللي اقترحتوها على وزارة الصحة وعلى إدارة الأزمات بالنسبة لإعادة الفتح، وخصوصا مع حظر التجول؟ يعني من الصعوبة بمكان أنه الأشخاص يوصلوا بدون سيارات يعني أيضا للعيادات، مش كل الناس يعني عياداتهم بالأحياء تبعهم، فإيش في ترتيبات؟ يعني إيش في اقتراحات؟
والله احنا اقترحنا يعني انه يكون هناك، طبعا هو السماح كان على اساس انه مشي على الاقدام. احنا نعرف انه في كثير عيادات ومراكز موجوده في مناطق غير سكنيه، وبالتالي الوصول اليها سيكون صعب. برضه هناك حالات مرضيه، ربما يكون كبار في السن، ربما يكونوا متاثرين بمرضهم، لا يستطيع الوصول مشي على الاقدام الى هذه العيادات. كان اقتراحنا ان يكون هناك ترتيب وبين شركات النقل وشركات السيارات المعروفه، حتى يكون الانتقال لهم يعني مرتب من ناحية إلكترونية ومن ناحية المواعيد ومن ناحية الأعداد، وتجيبهم التاكسي وترجعهم، بحيث أن يكون عدد محدود للمرضى موجودين في داخل العيادة، وكل ما يروح مريض بيجي بداله مريض آخر وفق ترتيب يكون عن طريق المنصة الإلكترونية أو عن طريق الشركات السيارات اللي يعني نعرف أن هي تقوم بعملية الدليفري. فتكون القضية بالعكس، يعني توصل المريض للعيادة وترجعه، بحيث ما يكون هناك ازدحام، وبحيث يكون أيضا سيطرة من قبل الدولة على أعداد المراجعين حتى لا يكون أعداد كبيرة جدا. يعني في حلول كثيرة إنه إحنا نوفق بين فتح العيادات وبين وصول المريض وبين الحفاظ على السلامة العامة. يعني السلامة العامة وحماية المجتمع من المرض برضو هذا شيء مهم جدا، ونستطيع إن شاء الله بالوصول إليه بشيء من التعليمات والترتيبات اللي تضمن المصلحة للجميع. نعم دكتور، بالنسبة للمرضى قديش حجم المطالبات بإعادة فتح العيادات؟ وهل المطالبات يعني عم بطالب بفتح كل أنواع العيادات من مختلف التخصصات، ولا في تخصصات معينة مثلا عم بيكون الطلب عليها ملح أكثر، وأنتوا عم تتعاملوا مع كل التخصصات يعني على نفس السوية، ولا في عندكم تخصصات هي أدعى أو هي ضرورية أكثر من تخصصات أخرى؟ الحقيقة هو المجتمع نفسه يحدد شو العيادة اللي بده يجي عليها. احنا نعرف الآن صار في غلق لكل الأمراض، وأكثر الأمراض يعني زي ما أقول الأمراض اللي المزمنة، السكري، الضغط، عيادات الطب العام، لكن أيضا عيادات الاختصاص ذات أهمية كبيرة وبحاجة إلها. طبعا في هناك عيادات اختصاصية إلها علاقة مباشرة في العلاج، وهذه جاءت بشكل ملح من قبل المواطنين، وهناك عيادات ربما تكون أهميتها من ناحية التأثير على الحياة أقل. هذا الحكي بيقرره نفس المراجع، يقرر نفس المريض. المريض اللي بده يجي هو جاي على عيادة كي يعالج نفسه من شيء هو متضرر من نتيجة الغلق، والله جاي على أمور تكميلية، هذا الحكي نتركه للمريض الذي يراجع. أما الفتح العيادات لا نستطيع أن نسكر عيادات ونفتح عيادات، لأنه هذا يخلق لنا مشكلة. كل واحد يقول أنا مهم بالنسبة للمرضى، وبالتالي أنا أقول إن الكرة في ملعب المواطنين. إحنا نفتح العيادات واللي بده يراجع براجع حسب حاجته الملحة لهذا التخصص أو ذاك التخصص. نعم دكتور، يعني في ظل قانون الدفاع اللي بيلغي كل القوانين، بتخيل إعادة فتح أي قطاع بحاجة يعني تعليمات وقوانين واضحة يعني من المسؤولين، فهل الحوارات اللي بينكم وبين وزارة الصحة وأيضا يعني بين الحكومة وصلت لمكان معين؟ يعني هل في توقعات معينة مثلا بتقدر حضرتك أنك تحكيها أنه نحن نتوقع كذا كذا في توقيت معين مثلا، ولا لا؟ الحقيقة إذا كان هناك قرار بالفتح إحنا الحمد لله مستعدين كنقابة الأطباء أن نصدر إرشادات وتعليمات وهي متفق عليها عالميا، من ناحية التنظيف، من ناحية الوقاية، وقاية الطبيب نفسه من المرض، وأيضا حتى يحافظ على مريضه اللي براجعه، وأيضا الأدوات اللي يستخدمها في العيادة بحاجة إلى عملية تنظيف وتعقيم بشكل دوري وبشكل موثق. أيضا قضية التباعد، ما بدنا أعداد كبيرة من المرضى يكونوا موجودين في غرفة الانتظار، لابد أن يكون أعداد قليلة. وهذه الأمور التعليمات موجودة وهي متوفرة بالعالم كله، وإحنا على استعداد نتعاون مع وزارة الصحة لتقديمها، وإحنا إن شاء الله بالتعاون مع وزارة الصحة نسيطر على هذا الوضع ونراقبه، لأنه لا سمح الله إذا صار في أي خلل فالقضية مهددة بالغلق مرة أخرى، وهذا الأمر لا نحتاج إن شاء الله للوصول إليه. وإحنا على ثقة كبيرة جدا بأطبائنا وزملائنا بأنهم يتقيدوا بهذه الإرشادات، لأنهم هم أصلا الأطباء من يضع الإرشادات وهو يضع التعليمات، وبالتالي هم أولى الناس بالقيام بها وتنفيذها على أحسن وجه علمي.
نعم دكتور، يبدو أنه بالنسبة للمطالب الشعبية يعني معظمها مع فتح العيادات الخارجية أو الخاصة، ولكن مش بحجم كتير كبير، لأنه نحن في عنا استطلاع أجريناه على الفيسبوك وكان السؤال هل تؤيد إعادة فتح العيادات الخاصة؟ من الناس اللي شاركوا العدد كان 1700 شخص تقريبا حكوا نعم، وتقريبا 770 شخص حكوا لا. فيبدو أكيد أنه المرضى اللي متضررين أو اللي عندهم حاجة بأنهم يزوروا أطبائهم أكيد هم بحاجة هذه الخدمة، ولكن الأشخاص اللي ما عندهم أمراض معينة وهم مع يعني الحظر ومع زيادة التشديد هم بجوز صوتوا لا. فأكيد اللي إيده بالمي مش زي اللي إيده بالنار زي ما بنحكيها بالعامية، ولكن الأشخاص اللي بحاجة أطبائهم بتوقع هم فعلا بحاجة أنهم يوصلوا لهذا الطبيب. الحقيقة نعم صحيح، يعني هي القضية كما قلت الكرة في ملعب المواطن، يعني اللي بيشوف حاله أنه يستطيع الاستغناء عن أنه يذهب إلى العيادة واستطاع توفير العلاج له عن طريق المراكز الطبية العامة اللي إحنا كنقابة أطباء الحمد لله قمنا بتوصيل علاجات لمستحقيها بالتعاون مع هيئات وأخرى. وفي ناس المجال الوحيد لهم أنهم العيادات القطاع الخاص، لا نستطيع أن ننكر عليهم هذا الحق، لهم حق أن نراجعه. وأيضا يعني مش كل الناس تشكي من أمراض، اللي يشكي من المرض كما تفضلت بإيده بالفلقة يعني أكيد هو بحاجة ماسة أنه تفتح هذه العيادات ويستمر بأنه يتلقى الرعاية الطبية التي تحميه من المضاعفات وتحميه أيضا من كلفة أنه يذهب إلى المستشفيات. يعني هذا أيضا فيه مساعدة للقطاع العام، يعني القطاع الخاص لما يفتح راح يوفر أيضا على القطاع العام كثير من المراجعين، وبالتالي احنا نكون ساهمنا ايضا بمساعده القطاع العام بقيام بواجبه في مكافحه مرض الكورونا بدون ان يكون هناك ازدحام عليه ومشقه ربما يحتاج الى طاقم بشري اكثر وايضا مساحات اكثر. احنا شفنا قديش الازدحام كان بمستشفيات الحكومه نتيجه لغلق القطاع الخاص. نعم دكتور علي العبوس نقيب الاطباء، شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه. كيف مستمتع في الحظر مع العائله ولا كيف؟ والله الحمد لله، يعني احنا متعودين زي ما نقول. الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك الف عافيه، شكرا.